بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 79 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا الأخ مصري ومقيم بحريملا يقول: فضيلة الشيخ، نحن عمال في مزرعة ويصلي بنا أحد الأشخاص من إخواننا، وفي صلاة الفجر يقرأ من المصحف من السور الطويلة لأننا جميعا لا نحفظ، فما الحكم في حمل المصحف في قراءة القرآن في الفروض؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أقرأوا ما تيسر من القرآن. فلا حاجة إلى حمل المصحف، إنما يقرأ مما يحفظ ولو من السور القصار، ولا حاجة إلى حمل المصحف وإطالة القراءة. نعم. يقول السائل: الشيخ، في فجر الجمعة ما الضابط في قراءة ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان؟ هل هو كل جمعة أو جمعة وراء جمعة؟ في غالب الجمعة يقرأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، يقرأ بهما في صلاة الفجر، فالغالب أن الإمام يقرأ هاتين السورتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ترك ذلك بعض الأحيان فهو أحسن، لئلا يظن الناس أن هذا أمر واجب. نعم. يقول: ورد حديث قرأته عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل هذا الإطعام حسي أو معنوي؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أصحابه عن الوصال في الصيام. الوصال أن يصوم يومين فأكثر ولا يفطر بينهما، وكان صلى الله عليه وسلم يواصل، لكنه نهى أصحابه عن الوصال، فقالوا له: يا رسول الله، إنك تواصل. فقال: إني لست كهياتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قد اختلف العلماء في ذلك، هل هو إطعام وإسقاء حسي، يعني يؤتى له بطعام وشراب من الجنة، أو هو معنوي بمعنى أنه يتلذذ بذكر الله وتلاوة القرآن ويقوي ذلك جسمه وروحه، فلا يحتاج إلى الطعام والشراب. والمهم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. الأخ شاكر من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، هل يعتد في رضاعة الكبير، وما القول الصحيح فيه؟ الصحيح والذي عليه الأكثر أو يكاد يكون إجماعا أن رضاع الكبير لا يؤثر. الرضاع إنما يكون في الحولين وقت المجاعة والحاجة إلى الحليب، وأما بعد الحولين هذا لا يؤثر لأنه لا حاجة إليه. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة لأنه كان عندهم ويدخل عليهم، فهذا خاص بهذه الحالة ولا عموم له. قال العلماء: هذه قضية عين لا عموم لها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. في آخر أسئلة يقول: في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، عدم الاستطاعة هنا في الآية ما سببها؟ سببها أنها تتصلب ظهورهم، تكون كصياص البقر كما جاء في الأثر، فلا يستطيعون السجود إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى، إذا كشف لهم عن ساقه كما في الحديث الصحيح. المؤمنون يسجدون عند ذلك، الذين كانوا يسجدون في الدنيا ويصلون في الدنيا يسجدون شكرا لله جل وعلا وإجلالا لهم وتعظيما له عند لقائه سبحانه وتعالى. أما الذين لا يصلون في الدنيا ويضيعون الصلاة فإنهم يعاقبون والعياذ بالله،
تصلب ظهورهم فلا يستطيعون السجود، وقالوا إن المراد صلاة الجماعة، ولهذا قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني يسمعون الأذان ولا يذهبون للمساجد ولا يصلون مع الناس، فهم يعاقبون هذه العقوبة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت تماضر أرسلت في مجموعة من الأسئلة تقول في عبارة قلتها: إن شفى الله مريضي سوف أصوم 3 أشهر متتابعة، وحصل ظروف صحية لي ولأهلي ولم أستطع الصوم، وقد مر على ذلك سنوات، هل تكفي الكفارة الآن؟ لا، الكفارة عن التأخير، والصوم باقي في ذمتك، لأنه وجب عليك قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وصيام 3 أشهر المتتابعة طاعة لله عز وجل، فيجب عليك الصوم ولو تأخر في التنفيذ، ويكون كفارة عن التأخير إطعام مسكين عن التأخير. نعم. تقول فضيلة الشيخ: أيهما أفضل، مكة أم المدينة، إذا أراد المسلم العبد أن يتعبد وينقطع إلى الله بالتعبد والتهجد والعمل الصالح؟ الذي عليه الأكثر أن مكة أفضل، لأن الصلاة فيها واحدة عن 100,000 صلاة، وأما المدينة فالصلاة الواحدة فيها عن 1,000 صلاة، فمكة أفضل من المدينة، ولما في لأن البيت الحرام فيها الكعبة المشرفة وفيها المشاعر، شاعر الحج، هي أفضل منها، وهي مقام إبراهيم عليه السلام، هي أفضل. نعم. هذا مصري مقيم في الخارج يقول: فضيلة الشيخ، لنا جار دخله محرم، وبين الفينة والفينة يرسل لنا طعاما أو أكل فنأكل منه، مع أنه يعمل في محل المشروبات الكحولية، هل نأكل من هديته ومن اللحوم والخضار الذين يبعثون بها إلينا؟ إذا كان ليس له دخل إلا دخل محرم كما ذكرتم، لا يجوز لكم الأكل من طعامه ولا قبول هديته من الحرام. أما إذا كان له دخل آخر مع ما عنده من الكسب الحرام، ولكن له دخل آخر حلال، فلا بأس بالأكل من طعامه وقبول هديته، لأنه لم يتعين أن ذلك من الحرام. نعم. من أسئلة الأخت تماضر بقي لها سؤالان: السؤال الأول عن الإحرام بالعمرة لأطفالهم، تقول 5 سنوات و7 سنوات، هل نأخذهم معنا للعمرة أو نبقيهم في البيت؟ إن أخذتهم يعني سافرتم بهم للعمرة أو تركتموهم في البيت عند أحد، كلاهما جائز، لكن إن سافرتم بهما ونويتم أخذ عمرة لهما فلا بد أن تجنبوهما محظورات الإحرام، تعقدوا لهم الإحرام، والمميز يعقد النية لنفسه، أما من دون التمييز فإنه ينوي عنه وليه، وتجنبونهم محظورات الإحرام وتؤدون بهم المناسك من طواف وسعي وحلق وتقصير، تعملون لهم مثل ما تعملون لأنفسكم في العمر، وإن تركتموهم بدون إحرام نظرا لما يحصل من المشقة عليكم فلا بأس بذلك. أخيرا تقول السائلة: هل للزوجة أن تعتمر دون إذن من زوجها، وهل ينسحب ذلك على الحج إذا كان حجة الفريضة؟ حج الفريضة ليس، أو العمرة، عمرة الفريضة ليس للزوج أن يمنعها من ذلك، كما لا يمنعها من الصلاة والصيام الواجب، هذا فرض عليها، فلا ليس له الحق أن يمنعها إذا استطاعت الحج أو العمرة في الفريضة، أما النافلة فله أن يمنعها. نعم. الأخ عبد الرحمن من الدمام يسأل فضيلة الشيخ عن تسوية الصف، فبعض الأئمة يقول لا يحرص على التنبيه في تسوية الصفوف، وبعضها تكون مائلة، ما حكم الميلان الذي يكون في الصف لهؤلاء؟ الميلان حرام، تقطيع الصفوف كذلك، الواجب مراصة الصفوف، المصلين بعضهم مع بعض ولا يكون بينهم فرج، الواجب أيضا تعديل الصفوف، لا يتقدم أحد منهم أو يتأخر، يعني هذا كله أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، كان يتفقد أصحابه قبل أن يدخل الصلاة، وهذا أمر مهم ولا يجوز للإمام أن يتساهل فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يا شيخ،
لأنه شاب في 27 من العمر يقول لا أحب الإنجاب ولا الأولاد، هل لي أن أبحث عن زوجة عقيمة وهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، أن الإنسان يكره الإنجاب ويكره الذرية. الذرية مطلوب أمور بطلبها شرعا، تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. الذرية الصالحة ينفع الله بها والديهم وغيرهم من المسلمين، فهذا من الشيطان أو من الإشاعات التي يروجها أعداء الإسلام تنطلي على بعض المسلمين من كراهة الذرية وكراهة الأولاد بحجة ضيق الرزق وضيق المعيشة، ويسيئون الظن بالله عز وجل. الله ما يخلق خلقا إلا ويقدر له رزقه، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ الذي أرسل برسالة رمز لاسمه بألف ألف يقول: ما معنى الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ المشهور عند أهل العلم أن ذلك في عذاب القبر، نذيقنهم من العذاب الأدنى يعني في القبور والعياذ بالله، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي نذكر ذلك لهم ليتوبوا إلى الله من الذنوب التي هي سبب، ومن الكفر الذي هو سبب لعذاب القبر. وقيل لنذيقنهم من العذاب الأدنى ما يصيب الكفار من القتل في الجهاد في سبيل الله. نعم. تقول السائلة هم أسماء: أيهما أفضل للمرأة، الصلاة في بيتها أم تذهب إلى المسجد؟ الأفضل الصلاة في بيتها لأنه أستر لها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفيلات يعني غير متزينات ولا متطيبات، فبيت المرأة أحسن لها من الخروج للصلاة والعبادة والمسجد، فكيف بخروجها إلى غير المسجد ولغير الصلاة ولغير حاجة أيضا، وإنما تخرج للنزهة أو للنظر في الأسواق أو ما أشبه ذلك ما فيه خطورة عليها وعلى غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ سوداني عامل مقيم بالرياض يقول: بالنسبة لخروج الرجل من المسجد بعد الأذان لتجديد الوضوء، هل هذا هو الخروج المنهي عنه؟ لا، ليس هذا هو الخروج المنهي عنه، إذا خرج بعد الأذان لحاجة ثم يرجع ليس ذلك من الخروج المنهي عنه، أما من خرج لغير حاجة فهذا هو المكروه. نعم. يسأل الشيخ عن بيع الغرر، ما حكمه وما صورته؟ صورته حكمه أنه لا يجوز، منهي عن الغرر، والغرر أن ضد البيان والنصيحة، فمن باع على أخيه بيعه فيصدق ويظهر ما فيها من الصفات ولا يكتم ما فيها من العيوب، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان للخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالغرر يكون بالجهل في المبيع وصفاته، لأن لا يخبره البائع، أو كذلك الثمن لا يخبر المشتري بما في الثمن من العيب خديعة ومكرا، وكذلك الغرر بالشيء المجهول، بيع شيء لا يعلم، بيع شيء مجهول، يشترط في المبيع أن يكون معلوما، معلوما المبيع ومعلوم الثمن، لا يكون مجهولا. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل الأخ عن المحاماة في الشريعة الإسلامية، ما رأيكم فيها وهل دخلها حرام وهل لها ضوابط؟ المحاماة هي التوكيل في الخصومة، فإذا كان الوكيل أو المحامي صادقا ولا يكذب في الخصومة ويتوكل بحق هذا لا بأس به، وأما إذا كان على العكس أن المحامي يكذب ويزور ويعلم أن الموكل ليس على حق ويخاصم عنه لا يجوز هذا، قال الله جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الله لا يحب من كان خوانا أثيما، فلا يجوز للإنسان أن يكون محاميا عن أهل الشر وأهل الباطل وأهل الكذب، يأكل أموال الناس لهم للزور والبهتان. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه أبو شاكر يقول: ما حكم التزامي بدعاء معين في الشوط الأول وحتى الشوط السابع في الطواف، وما الدعاء المشروع في الطواف،
وإذا لم يحضرني بعض الأدعية وطفت بدون دعاء هل يجوز طوافي؟ الدعاء في الطواف سنة وليس واجب، يصح الطواف ولو لم يدعو، ولم يثبت في الدعاء في الطواف دعاء معين، يدعو بما تيسر له وما فتح الله عليه وبما يحتاج إليه، الأمر موسع بهذا. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصوص، إلا ما ورد أنه يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كنت أتهاون في أداء الصلوات في السابق وعدت والحمد لله من جديد، وبدأت واظب على صلواتي في المسجد مع الجماعة، إلا أنني أديت فريضة الحج عندما كنت متهاونا، فهل أعيد الحج مرة ثانية لإبراء ذمتي؟ إذا كان قصده بالتهاون أنه يترك الصلاة، مرت عليه فترة وهو يترك الصلاة وأدى الحج في هذه الفترة وهو تارك للصلاة، فلا بد من إعادة الحج. وأما إذا كان قصده التهاون للصلاة أنه لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي في أول الوقت، هذا حجه صحيح إن شاء الله مع التوبة إلى الله. نعم. يقول السائل: لي أخت ماتت ولم تحج وليس لها أولاد وبنات، ماذا نعمل لها للحسنات؟ إذا كان لها مال وهي لم تحج حجة الإسلام فلا بد من أن يحج عنها من مالها، لأن هذا دين لله عز وجل. وأما إذا كانت قد حجت حجة الإسلام أو ليس لها مال ولم يجب عليها الحج وتريدون أن تنفعوها بإهداء الثواب لها، هذا لا بأس، ولكن بما ورد من الدعاء لها والحج عنها والعمرة عنها بنية الثواب لها صدقة عنها، كلها أمور وردت في الأدلة. نعم. أبو سالم أحمد له مجموعة من الأسئلة في هذه الرسالة لبرنامج نور على الدرب. يقول: ما معنى الآية الكريمة وآتوا حقه يوم حصاده؟ المراد بالآية الكريمة أن الزروع يتجب فيها الزكاة وقت حصادها وقت صلاحها، فإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة وجبت فيهما الزكاة. نعم. يسأل يا شيخ عن حكم بقية الأموال، فلا بد أن يحول عليها الحول، أما ما الخارج من الأرض فهذا لا يشترط له الحول، إذا بدأ صلاحه وأمكن أخذه وجبت فيه الزكاة. نعم. يسأل يا شيخ عن حكم الجمع والقصر بالنسبة للمريض، وهل له أن يصلي متيمما إذا عاجز عن الماء؟ نعم، المريض يتوضأ بالماء إذا أمكن ذلك، إذا لم يمكنه الوضوء بالماء فإنه يتيمم، إنه وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا الماء فتيمموا صعيدا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم يغني عن الوضوء بالماء عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله لمرض ونحوه. هذا بالنسبة للتيمم للصلاة بالنسبة للمريض. بقية السؤال؟ نعم، بالنسبة للجمع والقصر له. وكذلك يجوز إذا احتاج المريض للجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما فلا بأس بذلك، أما القصر فلا يجوز إلا في السفر، القصر لا يجوز، ما ليس من لازم جواز الجمع أنه يجوز القصر، بل العكس، من لازم جواز القصر جواز الجمع، لكن ليس من لوازم جواز الجمع جواز القصر. نعم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، في هذا السؤال قرأت في كتاب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ما معنى هنا كلمة تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك الأصغر والأكبر ومن البدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد، وهو أعلى من التوحيد، تحقيق التوحيد فوق وجود التوحيد. نعم. يسأل فضيلة الشيخ أخيرا، يقول: بالنسبة للحشرات أو الحيوانات التي تقتل إذا خاف منها الإنسان على ولده أو على بيته. نعم، كل ما يؤذي ولا يندفع أذاه إلا بقتله فإنه يقتل دفعا لأذاه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل ألف ألف يقول: هل جلسة الاستراحة واجبة عند القائم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية والقيام من الثالثة للرابعة؟ الصحيح أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، وإنما هي مباحة لمن يحتاج إليها لكبر سن أو لمرض، الذي يحتاج إليها استعملها من باب الإباحة.
للاستعانة بها على الصلاة، وأما الذي لا يحتاج إليها فليست مشروعة. نعم. نشاهد يقول بعض المصلين يتلثم وهو يصلي وآخرين يستندون إلى الجدار وهم يقوف، ما الحكم في ذلك أيضا يا شيخ؟ التلثم في الصلاة مكروه إلا إذا كان لسبب، إذا تلثم لسبب استاج التلثم على سبيل ذلك، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. وأما الاستناد على الجدار فلا يجوز للإنسان أن يستند على الجدار، لأن مطلوب منه القيام والاعتماد في القيام ولا يستند إلى شيء، أما إلا إذا كان مريضا أو كبير سن يحتاج الاعتماد على عصا أو على جدار حوله يستعين به على القيام فلا بأس. نعم. نختم هذا اللقاء مع فضيلتكم الشيخ بسؤال للأخ أبو إبراهيم يسأل عن حكم مسابقة الإمام في الصلاة، هل تبطل الصلاة وهل عليه الإعادة في الحال؟ مسابقة الإمام في الصلاة محرمة، مسابقة المأموم للإمام في الصلاة محرمة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا لا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. وأما بطلان الصلاة بالمسابقة فهذا فيه تفصيل يحتاج إلى وقت. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول فضيلة الشيخ هل للمسلم أن يطلب من رجل تقي أو شيخ الدعاء له عند سفره إلى مكة أو المدينة؟ لا بأس بذلك، فقد أراد عمر رضي الله عنه أن يعتمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فرجان الفرجان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته.